مع ازدياد أعداد المصابين في مسيرات العودة الكبرى والتي كان أغلبها في أطراف الجسد، عانى المسعفون من سبل السيطرة على النزيف الذي تحدثه تلك الإصابات، أمر دفع المسعف محمد سحويل لابتكار أداة بسيطة تساعده في ذلك. طبعا نحن كطواقم خدمات طبية قمنا بملاحظة أن العدو يقوم باستهداف الشباب في مسيرة العودة الكبرى في مناطق الأطراف، فكان لزاما علينا أن نقوم بابتكار أداة تقوم بتخفيف النزيف الذي ينتج نتيجة هذه الإصابات. هذه الأداة تسمى التورنيكيت، هذه الأداة غير موجودة في قطاع غزة، قمنا بتصنيع 3 نسخ منها محليا بأدوات بسيطة جدا. أداة صغيرة في حجمها ضرورية في مهمتها وإنقاذ أرواح آلاف المصابين الذين تجاوز عددهم منذ بدء مسيرات العودة حتى اللحظة أكثر من 15,000 مصاب. هذا التورنيكيت يوجد في خارج فلسطين بثمن $50، قمنا نحن بتصنيعه في غزة بثمن $5. هذه يعني التكلفة البسيطة كفيلة بإنقاذ العديد من الأرواح من أبناء شعبنا. نتمنى أن نجد الجهة التي تدعم هذا المشروع من أجل توفير هذا التورنيكيت مع كل طاقم طبي وفي كل سيارة إسعاف. حتى تبني دعم هذه الفكرة ستبقى مقيدة ولن ينتفع بها إلا من كان الحظ حليفه بوجود مسعف يحمل مثلها. بابتكار المسعف محمد لهذه الأداة يحاول جاهدا أن يقلص من نسبة العجز التي يعاني منها القطاع الصحي في مستلزماته داخل القطاع. محمد أبو نموس، الغد، غزة، فلسطين.